يمكن تلخيص مبطلات الصيام عند المالكية، المذهب المالكي ديالنا، في أمور ثلاث. واحد الأمور اللي هي ثلاثة، كنقولوا احنا ثلاثة ديال الأمور. هاد الأمور رئيسية، كل واحد منها فروع. الأول ما يتعلق باتصال الشيء إلى الجوف، يعني شي حاجة كتصل بالجوف أو المعدة، ويتفرع عنهما يلي، ثم بعد عن طريق الفم بالأكل. يعني هاد الإنسان هذا هذيك تبطل الصيام ديالو. إلا مثلا هو نسى وكال، نسى مثلا هو كان صايم ولكن ينسى وكال نسيانا، فهذا يتم الصيام ديالو. لأن هنا في الحديث صحابي نسى وكال، قال لي الرسول أتم الصيام ديالك، أراد الله أن يطعمك ويسقيك. فإن كان نسيا وجب عليه القضاء فقط، يعني يكمل هذاك النهار ويعوده، وإن كان عمدا فالقضاء والكفارة. ثم تأتي مفسدة الصيام الثانية عن طريق الأنف أو العين أو الأذن، وعليه القضاء فقط. خرج شي حاجة من الأنف ديالو كالدم، أو خرج مثلا من الأذن ديالو، فذلك يعني يكون عمدا أو نسيانا، ويستثنى منه الدواء إذا كان ضروريا بالنهار. الدواء لا، ما كيفطرش، ماشي من مفسدة الصيام. ثم بعد ذلك مثل التقطير العين، هذا الدواء هذا ماشي اللي كيدخل الجوف، بحال تقطر العين ولا الأذن، فلا شيء فيه مراعاة لمن يقول لا بأس به. ثم المبطلة ثالثة عن طريق القي، وحكمه على نوعين. القي يعني القي الإنسان إلى تقية هنا مشى عليه الصوم ديالو، ولكني هاد القي هذا واش هو اللي دار صبعه وخرج هذاك القي، هذا تيتسمى عمدا، هذا كيتسمى هو تعمد، يعني القيء عن الجوف. أما يكون استدعاء، يعني هو اللي خرج ذاك القيء، فيجب عليه القضاء وإن لم يرجع منه شيء إلى جوفه بعد التحكم فيه، فإن رجع فعليه القضاء والكفارة. وأما أن يكون غالب صيامه، يعني لكان مثلا غير خرج غير هكاك بلا ما خرج هو ذاك القيء، فصيامه صحيح اللي مرجع منه شيء إلى الجوف، وإن رجع منه شيء بعد التحكم فيه فعليه القضاء فقط. الثاني ما يتعلق بالفرج، مبطلة الصيام ما يتعلق بالفرج، ويتفرع عنه ما يلي، يعني هنا عن طريق الجماع، طريق الجماع نزول المني مع الزوجة، يعني خروج المني بغير جماع. فإن كان مناما فصيامه صحيح، يعني وناعس بالليل صباح يعني محتلم، فصيامه يعني هنا صحيح، ويجب عليه الغسل. وإن كان يقضى ففيه القضاء والكفارة، إذا كان مثلا بالنهار فالقضاء والكفارة، سواء خرج باستخدام التفكر أو بمجرد النظر والملاعبة أو المباشرة أو القبلة عن طريق خروج المدي، وهو ماء أبيض يخرج من قبل الرجل من غير الشعور بالشهوة، ففيه القضاء فقط، سواء خرج باستخدام التفكر والنظر أو بمجرد الملاعبة أو المباشرة أو القبلة. عن طريق الحيض كذلك، مبطلات ديال الصيام عن طريق الحيض والنفاس،
المرأة مثلا إلى جهة مثلا الحيض في نهار، فالصوم هنا يعني عندها قصة مشى لها الصوم ديالها. فيجب على المرأة بسببها القضاء فقط، عاك تقضي داك الشيء اللي هو فاتها. ثالث ما يتعلق بالقلب، وهذه مهمة يعني جدا، ويتفرع عنه ما يلي أنه ينوي بالقلب دياله كما يعني سبق. إذا لم تكن نية فصيامه فاسد، إنما الأعمال بالنيات ضروري يعني كذلك، فعليه القضاء إن لم يكن هذا. والحمد لله رب العالمين.